ما الحكم في شريك أهمل في إدارة شركه ونتج عن ذلك خسائر؟ الجواب عن هذا أن مناط الضمان في الشريعة التفريط أو التعدي. إذا ثبت تفريط الشريك أو تعديه فإنه يضمن بقدر ذلك، يحال الأمر إلى جهة تحكيم محايدة للبت في ضوء هذه القاعدة. الأصل في الشركة أن الربح على ما يتفقان عليه وأن الخسارة على قدر المال. يعني واحد دفع تلت رأس مال الشركة والتاني دفع تلتين، إن حدثت خسارة يقتسموها بنسب رأس المال، إذا حدث ربح حسب اتفاقه. صاحب واحد دفع التلت واحد دفع التلتين ويقتسم الربح مناصفة. ليه؟ قد يكون صاحب التلت ده شاطر، هو الهلوب اللي في الشركة اللي بيعرف يجيب صفقات ويعرف يجيب أرباح، فالربح على ما يتفقان عليه لكن الخسارة تكون بقدر المال. لكن هنا إذا ثبت تفريط أو تعدي فيكون مسؤول عن هذا بقدر تفريطه وتعديه. بارك الله فيكم.